ديال اللقاء مع لاسيجي اتحاد مقاولات المغرب جهاد سوس مصر. اذا اليوم بغينا نفعلوا نبداو في البارتنريا اللي كيجمعنا مع لاسيجي. بغينا واخترنا لهذا اللقاء مع لاسيجي لا RSE au profit des enfants de l'association. إذا هذا المنفعة ديال المسؤولية المواطنة ديال الشركة يكون في خدمة الأطفال ويكون في خدمة الشباب ديال إسميس بلاج دونفون. إذا تم اللقاء تواصلي ودرنا إبراز برنا ليزيكسبرسيون ديال ليزونفون بينو أطفال الفرح ديالهم بهذا البارتنريا. نتمناو إن شاء الله أنه مجرد هذا البارتنريا توجد نتائج اللي هي مفيدة للأطفال ديالنا. قصد نشكى دار جمعية قرية الأطفال في إطار نية الشراكة اللي درا دار السجيان دمسنا الجمعية هذه. لكن اللي سنسن بأنه الجمعية ذات تذكر المجهود القر بالمناسبة نشكر كل الأطر اللي ديش يخدمن وكذا إرجاز نتمازيرت اللي بيد ناضن أشكال الإحسان بدنا اللي غي تشكر البنايات هذه درمسنا وفرنا الدراريه ديال عدد الامور حتى نكون سجويم تشكر دورنا حتى نكون باش نعاون الدراريه هذا شكون الدراريه هذا غيلاد يغل كم نغزرين العمر 15 عام 18 عام يخصها تبنوا لنا حياه نسن هذا درس انت في البلاصه درمسنا المجتمع نسن هذا درسنا يتفتح سوق الشغل درمسنا تخلق المقاولات نسن اذا نكون كمقاولين خاصه نتحمل المسؤوليه في اطار المسؤوليه المدنيه والمسؤوليه الاجتماعيه للمقاولين انه انواكل الدراريات اديس النبيد نظمس المقاولاتنا نملاس مانيكاس ننجح المقاولين تكون ليلانين باش هاسن جات العبره نساهم ديس ان شاء الله بشيء اداس ليا المستقبل اللي الجزائر نفعوني ديس نفعو انت مزيرت. الحضور ديالنا كمؤسسه مع اس واي فيلاج متعلقه بواحد الاتفاقيه اللي غادي نبداو مع المؤسسه دوليه مي عندها فروع هنا في المغرب منهم هادي ديال هذه الاتفاقيه متعلقه بالدعم ديال المقاولات ديال الجهه دعم من ناحيه ديال التمرين بالقبول ديال هاد الدراري اللي غادي تكونوا باش يدخلوا في اطار العمل يعني عدد ديال التظاهرات اللي غادي تربطنا بهاد المؤسسه هذا الدور الاجتماعي ديال المؤسسات هنا في المنطقه. الحفل اللي حضرنا له تبارك الله اليوم الدراري في المستوى لا من التربيه ولا من التكوين كنشكروا العائلات اللي كيستقبلوهم العائلات اللي كيكونوهم العائلات اللي كيربيوهم هذا كيديروا واحد المجهود جبار من جهه اخرى كيعطيو قلبهم وكثر من قلبهم باش يربيو هذه الدراري.